استكمالا ل التروس والجيف بوكس، هنتكلم دلوقتي على اشكال التروس نفسها. هنا في الاول هنتكلم على اشكال التروس من حيث حجم الترس. يعني اول حاجه ممكن نتعرض لها زي الرسمه اللي قدامي دي، ان ممكن اكون انا عايز اعمل ترس البيتش سيركل ديامتر بتاعته قريبه من قطر العمود، يعني قطر الترس قريب من قطر العمود، عشان كده بنعمل الترس جزء من العمود نفسه حته واحده. وبالتالي هنا اي عمليه صيانه مينتنس هنضطر فيها نغير الترس، لازم نغير الترس بالعمود بتاعه. يعني تغيير العمود يتبعه تغيير الترس، لو حصل عيب في العمود هنغير العمود والترس، او لو حصل عيب في الترس برضه هنغير العمود والترس. ودي لما بيكون قطر الترس قريب قوي من قطر الايه العمود. الحاله الثانيه لما بيكون قطر الترس، لو كبر قطر الترس اكتر من كده شويه، ففي الحاله دي بنعمله عباره عن ديسك زي اللي ظهر قدامنا كده. كان عندنا عمود اهو بالاحمر، وبعدين ركبنا عليه الترس الابيض ده. هو نلاحظ هنا ان الترس اصبح هنا حته منفصله عن عن العمود. ولاحظ هنا في حاجه، هلاحظ ان العمود لما ابص عليه تاني، العمود هلاحظ ان العمود في منطقه بعمل فيها اندر كات بين الكتف اللي هرس عليه الترس وبين القطر اللي هركب عليه الترس. يعني القطر في قطر هركب عليه الترس وفي كتف اكبر منه شويه، فعشان كده اهو هنبص نلاقي ايه، اهو الترس من ناحيه الشمال رسي على كتف. الكتف ده نسبه فيه هنا اندر كات، الاندر كات ده هي ضروريه عشان اضمن ان السطح اللي بين الركبه او العمود، جزء من قطر العمود اللي هركب عليه الترس والكتف، يكون زاويه قايمه. لان انا لو سبته بالشكل زي ما هيطلع لي من التصنيع، هيطلع لي زي الشكل اللي على ايدي الشمال، بيبقى فيه فيلت بين القطر الكبير والقطر الصغير نتيجه عمليه التشغيل، والفيلت ده بياخد نص القطر بتاع التيب بتاع المخرطه، بتاع قلم المخرطه اللي هو السن بتاع قلم المخرطه، بياخد ايه نص القطر ايه بتاعه. مثل هذا الترس لابد ان احنا نثبته على العمود، وفي هذه الحاله الترس بتاعي هيبقى قابل للفك والتركيب، بمعنى ان لو حصل فيه عيب ممكن افكه واغيره واركب ترس مكانه، والعمود من هنا مش ايه مش هيتغير. الاجزاء اللي انا هستخدمها في عمليه التركيب هي الاتي. اول حاجه هستخدم المجموعه اللي ظهرت قدامي بره السايد سكي، يعني خبور بس الاسطح بتاعته متوازيه. ما ينفعش احنا خدنا في الكيز انه في اساسي نوعين، في البارل سايد والتيبر سايد كي، اللي هو الترس اسطح متوازيه او الاسط او ليه سطح بيبقى سطح مايل. ما ينفعش السطح المايل، لان السطح المايل ان هو هيضغط لي على الترس، ممكن يضغط لي على الترس نتيجه الكليرنس بتاعه السلبيه بتاعه الكي، فيغير لي يخلي لي الترس يضغط على الترس اللي هيعشق معاه، فيغير لي السنتر ديستنس اللي بين السنتر بتاع العمود ده والعمود المقابل ليه اللي هيبقى عليه الترس اللي هيبقى الميشنج مع الترس اللي قدامي دون. وبالتالي لابد في التروس ان انا استخدم بار سايد كي، لكن التبر سايد كي ممكن استخدمه في البوليز او في الكلاتشز، يعني في الكبالن او في الكلاتشات او في الطنابير، لكن في حاله التروس لابد بار سايد كي. عمليه التركيب هتتم ازاي؟ اول حاجه هروح بيخش هنا الكي في مكانه عشان يضمن ان العمود لما يلف معايا الترس، او الترس لما يلف معايا العمود. وبعد كده بروح بدخل بالوشر دي اللي هي الوشر اللي ظاهره قدامنا دي، وبعد الوشر بروح اعمل تقب ونحط فيه بن، اللي هو البن اللي ايه اللي ظاهر قدامي تحت عندي اللي هو الاصفر دون، يركب بن ده عمودي بشرط اضمن ان الوشر دي تضغط تعمل لي كتف من ناحيه اليمين يحدد لي مكان الايه الترس ما يتحركش من مكانه، وده اللي احنا بنسميه فيكسد جير، يعني ترس ثابت في مكانه. ده النوع الثاني. طيب لو قطر الترس زاد عن كده اهو، الترس ده الترس نمره 2 اللي احنا شفناه قبل كده، اللي هو كان قطره كبير شويه عن القطر بتاع الترس الاولاني اللي هو كان قريب من قطر العمود، فعشان كده اهو في هنا تصميمين ليه،
تصميمين، دول تصميم مختلفين، مش مسقط ومسقط جانبي، لا دول تصميمين. التصميم الاولاني اهو الترس اللي هو على الشمال خالص، ده زي اللي احنا شفناه قبل كده، والخطين الحمر اللي هم حوالين السنتر لاين دول بيدوني المجرى بتاعت الخبور بفتحها فيه، والخطين الحمر اللي بعاد عن بعض بيديني القطر بتاع الترس الداخلي اللي هو يساوي قطر العمود اللي هو هيركب عليه. ساعات بنعمل الهب الداخليه بنكبرها شويه لما بيكون القطر كبير، وده هنتعرض لها في تصميم الهبس بتاعت الـ في تصميم الـ او اللي احنا بنسميه السره، سره الايه؟ الترس. ده طب لو القطر كبر عن كده بقى نوصل للحاله الايه؟ اللي بعد كده. هي الحاله اللي بعد كده ان الترس لو كبر، او نلاحظ ان الترس بالنسبه لقطر العمود، طبعا قطر العمود هو قطر الايه؟ الفراغ بتاع الهول اللي هيركب فيها العمود، الهول اللي موجوده في الترس من جوه. بعمل فيه هولز اللي هي باللون البرتقاني دي، الهولز دي عشان اقلل من وزن العمود. انا بضطر اعمل ترس كبير شويه. ليه انا بقلل الاوزان؟ هنا الاوزان بتلعب دور كبير، لان الترس عاده الفانكشن بتاعته ان هو بيلف، فالدوران مع الاوزان الكبيره بيعمل تقاماس بتلف بسرعه عاليه. كل ما الماس كبرت كل ما كان السنتريفيوجال فورس المتردده عنها، ممكن لو حصل فيه عند اي اكسنتريستي السنتريفيوجال فورس تبقى عاليه. فعشان كده اهم حاجه ان احنا ايه؟ نحاول نقلل الاوزان بتاعه التروس دهيا عن طريق ايه؟ الهولز اللي احنا شايفينها دي. ممكن الهولز دي يبقى 4 على 90 درجه، يعني 4 هولز. لما بصيت في الجانبي هبص يبقى ايه؟ 4 هولز كل بينهم من بعض 90 درجه، او 6 على 60 درجه، او 8 على 45 درجه، وهكذا. دي اكستندد هاب اهو، واضحه قدامي اهي، وده اللي هو الترس اللي على اليمين خالص، والترس اللي جنبيه ده ما فيهوش سنت هاب، يعني ترس اللي هو الهب بتاعته من جوه عرضها هو عرض الايه؟ الترس. دي برضه توضح لي حاجه، ان ممكن يكون الترس بتاعي من فوق عرضه مساوي لعرض الهب، وممكن يكون عرض ترس من فوق اقل من عرض الايه؟ الهب. ده تصميم ثالث. طب لو كبر القطر عن كده، ده التصميم الرابع اللي هو اللي قدامنا. التصميم هو جير 3 ده، ده اللي احنا شفناه قبل كده بالحالتين بتوعه. التصميم الرابع كبر القطر على كده، بضطر اعمل ايه؟ بروح عامل فيه اللي احنا شايفينه ده، بقلل فيه. ازاي بقلل فيه؟ ان انا بروح جاي بالمخرطه واشيل جزء من المسافه اللي بين الهب وبين الترس من بره، بشيل المساحه اللي هي الظليله دي بشيلها عشان اقلل التخانه بتاعه الجزء اللي بيوصل بين الهب وبين السنان الخارجيه. لان احنا لو جينا نفكر، او بنفكر في الترس على انه عباره عن اسطوانه داخليه اللي هي هتركب على العمود اللي احنا بنسميها الهب، واسطوانه خارجيه او رينج اللي هي المسننه، وبوصل بين الاثنين. فهنا انا عامل ديسك واحد هو فيه ده وفيه ده، بس نتيجه التسك نتيجه ان قطره كبير هيبقى وزنه كبير، فبضطر بعمليه الخراطه بشيل ايه؟ الاجزاء دي. فبعمل بيه الفلوس دي تعتبر كويب، كعصب، ولكن احنا بنسميه ايه؟ كونتينيوس ويب. يعني ايه؟ عصب مستمر. عصب مستمر. ده طبعا ان القطر بتاعه كان هنا اكبر كبير شويه عن قطر الايه؟ العمود. ده الحاله الرابعه. في حالات ثانيه لو كبر عن كده اهو. لو كبر عن كده ده الترس نمرة 5، او الترس نمرة 5 لحد دلوقتي هو زي الترس نمرة 4، لكن في بعض الحاجات بروح جاي اعمل ايه؟ اعمل كمان اتقاب في العصب نفسه، برضه ممكن اعمل 4 اتقاب على 90 درجة، او 6 على 60 درجة، او 8 على 45 درجة. في وش الترس، علشان اقلل برضه من ايه؟ من الماتيريال. طبعا كل ما اعمل اتقاب كل ما بشيل الماتيريال، لان الماتيريال انا مش محتاجها. فده طبعا بيعمل لي ايه؟ بيقلل لي ايضا من وزن الايه؟ الترس. وبالتالي انا عندي دلوقتي ادي الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. بيلد ان جير اللي هو حته واحده، لو ترس من واحد لو حته واحده مع العمود. ديسك فورم اللي هو حته ديسك، مجرد ديسك ما بيعملش فيه اي حاجه، كل ما فيه ثقب خارجي ومتسنن من بره وفيه فتحه للخابور. وبركبه ممكن الديسك دون يكون فيه الهب بتاعته تكون كبيره شويه، او تكون مساويه لعرض الترس. او الديسك اند هول فورم اللي هو بعمل فيه مع الديسك اعمل فيه ايه؟ الاخرام زي اللي احنا عاملينها. دي الثلاث حالات. او الحاله الرابعه
والحاله الخامسه اللي هي ببتدي اعمل ويب بيلد ان ويب، يعني ببتدي اصنع ويب جوه الترس او اعمل بيلد ان ويب ومعاه مجموعه من الثقوب. نلاحظ ان كل ما انا يعني بتحرك من التصميم الاول او من الجير نمره 1 ل2 ل3 ل4 ل5، ده طبقا للعلاقه بين قطر الترس الخارجي وقطر الايه؟ العمود. لكن الحل الاولاني بتاع بيلد ان جيرز دي بقدر المستطاع بنحاول نبعد عنها، لان دي مرتبطه ببعض الايه؟ المشاكل. بالنسبه للارج جير ويلز، فاللارج جير ويلز دي اللي هي التروس اللي بتبقى احجامها كبيره نسبيا عن الانواع اللي فاتت، فدي بنعملها بتتعمل اما بالفورجنج او بالسباكه، وده منظر ليها اللي ظهر قدامي دلوقتي اهو. نلاحظ ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه خارجيه اللي هي مسننه، وحلقه داخليه او الهب الداخليه، وبينهم مجموعه من الاعصاب. الاعصاب دي ممكن تبقى 4 6 8. واما بقى الثقب الداخلي بيبقى تيبر او ممكن يبقى عدل، ده حسب ايه؟ استخدامه. مثلا لو كان العمود، لو كان الترس بتاعها هيتثبت في طرف عمود، فبنستخدمه عن طريق بنعمل تيبر في الشافت، وبعدين بنركب له بعد كده نط اللي هي صاموله وورده. ازاي؟ يعني اهو الرسمه اللي قدامي الاولانيه دي فيها ايه؟ تيبر شافت اند اهي، ومجرى كي واي، وثريد علشان اثبت بيه الترس. وبالتالي حاجه، اول حاجه اروح مركب احط الترس في مكانه بالشكل ده. الترس ده اتركب ايه؟ في مكانه. بعد كده هبتدي اروح احط عليه وشر، بدخل عليه وشر ونط. يعني بستخدم الوشر ونط. الوشر ونط دول هيخشوا على الالغوص. فاول حاجه تروح داخله الايه؟ الوشر كده، وبعد كده وراها الايه؟ النط بالشكل ده. هتبص تلاقي اصبح دلوقتي الصاموله لما باجي الففها بتروح ضاغطه على الوشر، والوشر تروح ضاغطه على وش او على القوره بتاعه الهويل، فتفضل تشحط فيها طول ما الصاموله بتلف، فبتحرك الترس الى ناحيه الشمال على السلبيه بتاعه العمود لغايه لما يشحط فيها شحط تام. وفي هذه الحاله الحركه دلوقتي تتنقل من العمود عن طريق الخبور الى الترس او العكس. لكن ناخد بالنا هنا من حاجه، لما هنرجع كده شويه ونشوف ان هو المنظر ده، هبص لاحظ حاجه، هلاحظ ان نهايه التيبر بتاع العمود لازم يبقى داخل تحت الثقب التيبر بتاع الايه؟ بتاع الترس، عشان اضمن لما اجي احط الورده بالشكل ده وبعدين الصاموله تيجي عليها تروح ضاغطه على سطح الترس، فيتم عمليه الحبك او الزنق او التايتنج يبقى مظبوط. لان لو العكس حصل، يعني بمعنى اخر لو نتخيل ان القطر بتاع العمود المسلوب ده طول شويه وطلع بره سطح الترس من ناحيه اليمين ب 2 3 مللي مثلا، واجي احط الورده، الورده تروح واقفه لغايه سطح العمود مش سطح الترس، وهاجي اربط بالصاموله هلاقي ان الصاموله ما بتزنقش على حاجه في 2 3 مللي اللي هم الفرق بين طول العمود وبين سطح الترس، مش هيتجمع في مكانه بالطريقه السليمه. يبقى اهم حاجه هنا هو ان نهايه التيبر بتاع الشافت يكون داخل تحت التيبر بتاع الترس، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ما يكونش على العمود في نهايه التيبر في اي كتف، لان الكتف ممكن يمنع الترس انه يتحرك لغايه لما يوصل للوضع اللي ايه؟ اللي يشحط فيه بالفريكشن. لان هنا مثل هذا الحبك ده هنا يعتبر فريكشنال تايتنج، يعني ربط عن طريق ان انا بكون قوه احتكاك بين السطحين التيبر، واحد منهم بتاع العمود والتاني بتاع الترس. ده اول نوع. النوع الثاني الشولدر اند اند نوت. هذه الحاله ادي العمود بتاعي شكله من هنا، الشكل بتاعه هنا الحروف بتاعته عدله، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش سلبيه، وعشان كده عملت في العمود نفسه في شولدر يعني كتف،
علشان الترس يجي يزنق عليه، وطبعا في مجرة الخابور اللي هيربط بين الترس والعمود بتاعي. وبالتالي لو جيت حطيت الترس بتاعي بالوضع زي ما انا شايفه كده، هلاحظ ان الترس هيفضل يتحرك على الجزء بتاع العمود اللي ليه نفس قطر اللي القطر الخارجي، القطر الخارجي بتاع العمود مساوي للقطر الداخلي بتاع الهويل بتاعه الجير، لغايه لما يروح سطح الترس، السطح بتاع الترس اللي على الشمال يرسى على الشولدر او على الكتف بتاع الايه بتاع العمود. وبعد كده بتبدأ عمليه الربط عن طريق استخدام وشر ونط زي الحاله اللي فاتت. فاول حاجه هتروح جايه له ايه الوشر هتركب، وبعد كده يجي وراها الايه النط، وتقعد اربط بالنط لغايه لما تحبك بين الاثنين. هنا نلاحظ حاجه، لاحظ هنا ان الحبك على الترس نتيجه ان انا بعصرها بين الكتف وبين الورده، في حين في الحاله اللي فاتت كان نتيجه الاحتكاك الورده كانت بتضغط على الترس. في الحاله اللي فاتت الورده مع الصاموله كانوا بيضغطوا على الترس عشان يتحرك على السلبيه لغايه لما يشحط بالايه بالاحتكاك. يبقى ده نوع تاني من انواع التثبيت. النوع التالت من انواع التثبيت شولدر اند فيس بليت. ادي عندي العمود هو بتاعي وفي شولدر هيجي يركب عليه الترس، بعد كده بروح جايب ترس فيه ثقوب في القوره بتاعته. يعني الترس ده ممكن يكون فيه ثقبين، ورده فيها ايه او بليت فيه ثقبين، وباقي البليت ده هو بيثبت في القوره بتاعه العمود بمسمارين. باجي التركيب بتاعه بروح جاي مركب الايه اول حاجه الورده او البليت بتاعي، وبعد كده بروح داخل ايه الصامولة الاولاني، المسمار الاولاني والمسمار الثاني هيروح رابط. نلاحظ حاجه، نلاحظ برضو ان المسمار بيربط في العمود فيضغط، كل ما بربط بالقوس بتاع المسمار بيضغط الورقه او البليت ده بيضغط على السطح الشمال السطح اليمين للترس، فيحبك او يعمل تايتنج للترس بين الشولدر على ايدي الشمال والفيس بليت اللي على ايدي اليمين. وهنا برضو نفس اللي قلناه قبل كده ماشي. هنا هو الاحظ حاجه قبل ما اركب المجموعه، هلاحظ ايه؟ هلاحظ برضو ان نهايه العمود داخله تحت الترس، عشان لما اجي احط الورده كده هو واربط عليها بالمسمار الاولاني ثم المسمار الثاني تبتدي ايه تقدر تمسك او تحبك على السطحين. لكن لو انا اتخيل ان العمود ده كان طوله بره كان اطول من كده، وبشرط ان كان نهايته خارجه وانا شايفها من بره مش تحت الترس، وهاجي اربط بالبليت والمسمارين، فكان البليت والمسمارين مش هيضغطوا على الايه الترس بتاعي. شوردل جيب هيد كي، هنا بنستخدم هنا الجيب هيد اللي هو نوع معين من انواع الخابير اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. يعني برجع اركب هنا الترس بالشكل ده، واروح جاي الجيب هيد بتاعي يبقى شكله عامل كده، فابتدي اركبه ازاي. بروح جاي مركبه في مكانه هنا هو، فده بيضغط لي على بيشحط لي الاثنين ايه مع بعض، ولكن هذه الطريقه طريقه ايه غير مستحبه في التروس، وان كنا بنفضلها في حاله البوليز لكن ما بنفضلهاش في حاله التروس، لان هنا عده هو انه ممكن الجيب هيد ده بيبقى فيه سطح منه تيبر ممكن ايه يغير لي في السنتر ديستانس اللي بين الايه السنتر لاينز بتاعه العمودين بتوع الترسين اللي متعشقين مع بعض. طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده على الايه على الويلز الكبيره اللي هي قطرها الخارجي كبير قوي قوي بالنسبه لقطر العمود اللي هتركب عليه. الكومباوند جيرز بقى، لما نيجي نتكلم على الكومباوند جيرز هنلاقي ان الكومباوند جير بيتكون من اكتر من قطعه. يعني مثلا ادي ترسين مع بعض اهم، الترس الاصفر نمره 2 والترس الابيض نمره 1 بقطرين مختلفين. معنى كده دول لما هيتركبوا على عمود هيتركبوا على عمود كجير ترين مكون من تو بيرز، يعني الاثنين دول هيبقى في اثنين هيعشقوا معاهم. لكن الوضع بتاع ده كده معناه ان هذين الترسين دول طالما المعمول في الهول اللي معموله فيها مجره خابور، معناه ان الترسين دول هيكونوا فيكسد، هيكونوا كيد على العمود، دول مش هيتحركوا، هيبقوا ثابتين في ايه؟ في مكانهم. ده الكومباوند ايه؟ جير.
ده نوع منه. النوع الثاني بلاقي الاحظ ان الكومباوند جير بيبقى حته واحده، ممكن يبقى حته واحده مع العمود زي الشكل اللي احنا ايه شايفينه قدامنا. يعني ايه لما يكون العمود قصير قوي قوي هركب عليه الترسين دول بس، ممكن يبقى شكله زي ما واضح كده ايه قدامنا، على اساس ان الكراسي بتاعتي تركب على اطراف العمود الحمراء اللي على اليمين ولا على الشمال. وناخد هنا في اعتبارنا دايما واحنا بنركب، ناخد في اعتبارنا حاجه احنا اتكلمنا عليها قبل كده، واول ما حد اي واحد بيجي يدرس تصميم لازم بياخدها، اللي هي الاعتبارات التصميميه او الديزاين كونسيدريشنز. يعني ان هو الفيلتس ده اللي بين الجزء العمود الحمر مع التروس دي، ناخد بالنا منها ان احنا لازم نلغيها لو كنا هنركب هنا مثلا كراسي بطريقه او بطريقه اخرى. يعني عايز اقول، انا عايز اقوله ايه، انا هنا بتكلم على شكل الترس فقط، ما بتكلمش على الاعتبارات الايه التصميميه، لكن دي لازم ناخدها في الايه في الاعتبار. في كومباوند جير هون برضو اخر ممكن بيشتغل بطريقه بفلانج ويز فور هولز، يعني بيبقى ترسين مثلا هون وبعدين هنا فلانج باربعه فيها اربع ثقوب. الفلانج الاربع ثقوب دي ممكن تثبت في العمود بتاعي من طرف من اطرافه، والترسين دول يبقوا ايه يعني ك اوفر هاندد كده بالنسبه للعمود، يعني بعد خارج عن البيرنجز. وممكن الترسين دول ايه يشتغل عليهم اي ترسين اخرين بشرط يدوني برضو سرعتين حسب ما يعشق الترس الاولاني مع الرفيق بتاعه، او الترس الثاني مع الترس ايه المناسب ليه اللي على العمود الاخر. ده نوع ثالث من الكومباوند جير، ممكن يكون فيه ثلاث تروس زي الايه الشكل قدامنا. وطبعا احنا عرفنا ان اقصى حاجه يبقى ثلاث، مفيش اربعه، لان اربعه مفيش كومباوند جير هنعمله اربع تروس. لان هنيجي نعمله اربع تروس، لا نعمل الجير بوكس بتاعه على تو ستيج زي ما عرفنا ايه قبل كده. احنا كده دلوقتي ناخد اكزامبل على التصميم بتاع جير بوكس. يعني اول حاجه الجير بوكس اللي قدامنا ده سنجل ستيج. ليه سنجل ستيج؟ يعني اول لما نبص لهذا التصميم هنقول عليه سنجل ستيج ليه؟ لان عباره عن في عندي عمودين اتنين بس، واحد على الانبوت واحد على الاوت، مفيش انترميديت شافتس، يبقى فعلا سنجل ستيج. تاني حاجه شكل التروس بتاعته كلها من النوع السبير، وبالتالي يبقى سبير، انواع التروس بتاعت سبير جيرز مثل هذه الانواع السبيد ريشيو اللي بتخفضها من 4 لغايه 1 ل 4 لغايه 1 ل 10، دي السبيد ريشيوز بتاعتها. لما نبص على اللوحه او على التصميم هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان البنيوم بتاعي على العمود اللي على ايد، يعني باين في البلان تحت العمود اللي على ايد اليمين، لان هو قطر صغير لقيه نكيد على الشافت، ومن النوع اللي هو بيلد ان، اسف من النوع اللي هو ديسك متعشق على الشافت، على الشافت بايه بكي، ما هوش بيلد ان، البينو مش بيلد ان، هو مكتوب بين ان، لا طبعا هو مش بيلد ان، هو اكيد على الشافت. والهويل بتاعتي من النوع اللي هي ديسك وفيها ريدكشن ويت هولز اللي هي يعني ديسك عدل، وبعد كده عاملين فيه ايه مجموعه من الهولز عشان نقلل من الوزن بتاعه مع عمل فلانشات برضو. ده الايه انواع الايه التروس. في هنا جلاس اويل ليفل انديكيتور باينه على ايدي الشمال في الاليفيجن من تحت، في المسقط الاليفيجن مش في البلان، في الاليفيجن على ايدي الشمال من تحت. وفي ريليف لللود بيتم عن طريق للاويل، اسف فتحة زيت على ايدي اليمين برضو من تحت باينة في المسقط الاليفيشن. هنشوف هذا الكلام برضو بالتفصيل. يعني مثلا المنظر اهو، ادي هنون دي اول حاجة، دي اللي هي ايه المكان ده اللي عليه الاويل انديكيتور، المكان بتاع مبين الزيت، باين مستوى الزيت. هنا هو بيبين لي المنطقة دي اللي عليها الخطوط الحمر دلوقتي دي، تبين لي عمليه الربط بتاع الكفر مع البيز، ولاحظ ان الكفر مع البيز هنا مربوط عند السنتر لاين بتاع التو شافتس عشان يسمح لي ان انا اقدر ابقى شايف الاعمده واقدر اتعامل معاها ايه بسهوله.
طبعا هنا البيز او الفرغه بتاعه القعده بيبقى ليها تخانه معينه، دي بيبقى طبعا بتتحسب في عمليه في الديزاين بتاع الهاوزنج، بيتشاب بتتحسب ازاي، ويمكن القيمه بتاعتها مكتوبه هي 0.03 اي زائد 3 ملم، واي دي اللي هي مسافه السنتر ديستانس بين العمودين، ده بتاع البيز، في حين بتاع الكفر بيبقى اقل شويه اللي هو دلتا 1 مكتوبه باينة هنا جوه المثلث جوه المستطيل اللي احنا راسمينه حاليا. في هو ويبس الاحظ ان ايه، ان في عند المكان اللي هي السور اللي بتركب فيها الشافت بالبيرنج بتاعه في الهاوزنج، لابد ان نعمل في الهاوزنج ايه، اعصاب اهو زي اللي باينه كده، زي دي عصب قدامي اهو تحت العمود او الركيزه بتاعت العمود اللي عليه الهويل، نفس الكلام برضو في ركيزه على ايدي يمين المكان ده، في ركيزه تانية او في ويب تانية او ريب تانية تحت العمود التاني، وفي من فوق برضو بالنسبه للعمود الكبير من فوق برضو في الكفر في برضو عصب تاني عند نفس المكان علشان يعمل تدعيم للمنطقه، تدعيم المنطقة اللي بيحصل فيها ايه، نقل الحمل من الاكس الى اللي هو مش من الجير يعني للشافت للكيسنج او للهاوزنج، وبعدين منه للايه للفاونديشن. في نوع اماكن للتعليق، دي بالنسبه طبعا الجير بوكس لو كان تقيل لازم يكون في اماكن تعليق زي دهيا، هوكس زي دهيا، علشان الهوك دور استخدمه في ان انا ارفع بيه الكفر او ارفع بيه الجسم ككل. في كمان فتحة هنا، دي ممكن فتحة بيان، دي علشان ممكن نصب منها الزيت، او لو كنا عايزين بنفتحها بتبقى كبيرة شوية ممكن نبص منها نشوف لو في اي حاجة ممكن ايه بالنظر ايه عايزين ايه نشوفها، او باليد بسيطة ممكن نعملها. طبعا الزيت اذا كان بيتضاف من هنا فهو بيخرج من الفتحة اللي في نفس المسقط ده اللي هو الالفيشن من على ايد اليمين موجود اللي هو عامل فيها سيكشن دي اللي هي الايه طبة الايه الزيت اللي هي دي، ادي طبه الزيت اهي. وطبه الزيت عباره عن بيبقى مسمار معلوظ قصير وفي الاوز في الجسم بتاع البيز بتاع الهاوزنج، ومعاه وبين المسمار دون والجسم بيبقى فيه ورده نحاس عشان هي تاخد التطبيع، وبيتقفل المسمار ده هو بشرط ان الطبه دي بشرط ان تسمح لي ان انا عندما اكون عايز اغير الزيت بتاع الماشين بتاعتي ان انا بفتح الفتحه بفتح المسمار وبعمل عمليه ليز للايه للود بتاعي للزيت من الجسم. بعد كده لما ببص العمود ده يعتبر ده العمود ده بتاع الداخل بتاع الشافت بتاع الانبوت بتاع الحمل، هبص الاقي ان الاوتبوت عليه طبعا البنيون اللي هو ظهر قدامي اللي هو البنيون، وده يعني ده هو ده الجير الكبير، وده الجير الايه البنيون الصغير، والاثنين يمشوا مع بعض وعليهم العمودين بتوعهم، او كل واحد منهم راكب على العمود بتاعه كيد طبعا زي ما احنا ايه شايفين، وبالتالي ده فيكسد سبيد جير بوكس يعني بيديني سرعه واحده ما فيش اي تغيير فيها. اللي واضح قدامي ده الكفر بتاع البيرنج، الكفر بتاع البيرنج اللي هو بيغطي لي على البيرنج بتاع العمود بتاع الانبوت، وطبعا في واحد تاني او في اتنين على العمود بتاع الاوت، يعني في واحد على العمود بتاع الانبوت وواحد على العمود بتاع الاوت، دول كلوزد كفر. وفي كفرات تانية بيبقى معمول فيها فتحات اللي هي وطبعا فيها سيلينج اللي هي موجوده على الاعمده اطراف الاعمده اللي خارجه من الجير بوكس. ادي الكفر اهو، بس طبعا دون من الناحيه ده اللي هو الكفر بتاع البيرنج اللي هو فيه الفتحه بتاعه العمود، فيه الفتحه بتاعه
الشافت بتاع الانبوت شافت. في جير بوكس تاني هون، هنلاحظ الجير بوكس دون ده برضو في هنا عمودين، عمود لما بص في البلانك بس لا بص عمود نازل من تحت لفوق، يعني يعتبر رأسي بالنسبة للمسقط دون كده، بالنسبة لمسقط البلان العمود وضعه رأسي، وعمود أفقي. معنى رأسي وأفقي معناه إن هو هنا هنا عندي لازم يكون عندي في هنا إيه بيفل جيرز عشان يحول لي من الزاوية 90 درجة دي. عمودين اتنين بس يبقى سنجل ستيج. زي ما قلنا العمودين دول متعامدين يبقى لازم هيكون بيفل جيرز. السبيد ريشيو برضه بتبقى تقريبا من 4 ل 10. بينيون الاوفر هينجد، ان نلاحظ حاجه، لاحظ ان البينيون بتاعي مش ثابت كاوفر هينجد، او يعني مش ثابت مش على عمود بين تو سبورتس، لا التو سبورتس بتوعه اللي هو يشيل المومنت بيبقوا على ناحيه ايه واحده، زي ما هنشوف الكلام ده بالايه بالتفصيل. ابص الاقي ادي العمود بتاع الداخل مثلا اهو، ادي حرفه وهلاحظ ان العمود ده هو عليه في نهايته البنيون بتاع البيفل جير بتاعي، البيفل جيرز بتاعتي البنيون بتاعهم، والبيفل جير ده كيد على هذا العمود، وبين البيفل جير وبين الفتحه اللي عليها الدايره دي في كرسيين، الكرسيين دول بينهم مسافه ال، ده عشان كده عشان يشيل المومنت ده يعني متعلق قبل، لو ان البيبل جير هيشتغل ككابولي، فطالما انه هيشتغل كابولي فايه لازم بينهم مسافه الا عشان يشيل المومنت اللي هيتولد ايه عند الجير بتاعي عند البيبل جير. وادي العمود بتاع الاوتبوت شافت برضو عليه فرس الجير الثاني او البيبل جير الثانيه وبرضو كيد عليه اهو. ادي المجموعه بتاعت البيفل جير الاولاني اللي هو على الانبوت، ولاحظ فيها اللي هي اللي احنا قلناه ان في عندي كرسيين اتنين بيرنج اهو، حتى رولر بيرنجز اتنين رولر بيرنجز، وبعد رولر بيرنجز يمينهم في البيفل جير كيد على الشافت، وبالتالي بين الكرسيين في مسافه ال، وبين الكرسي القريب وبين الجير البيتش سيركل بتاعه البيفل جير في مسافه سي. الاحظ حاجه ان في قوه هتتولد على البيتش سيركل نتيجه الميشنج بتاعه الترسيم مع بعض، هذه القوه لما اضربها في المسافه سي هتديني المومنت الناتج من من عمليه الميشنج بين الجيرز، القوه التورك اللي هتولد او البندنج مومنت اللي هتولد نتيجه الفورس اللي هتتولد من المش بتاعت الجير اللي هي هتبقى قوه اف اللي هتولد بين الترسين مضروبه في مسافه سي. لكن اخد بالي ان هذا المومنت لابد ان يشيلوا الرياكشنز اللي هتتولد في الكرسيين اي واحده منهم، طبعا هتولد هنا نوعين من تو رياكشنز، واحد فوق واحد تحت حسب اتجاه القوه عشان تعمل لي بالانس. التو رياكشن دول هيعملوا كابل مع بعض، التو رياكشن تولدوا عند الكرسيين اي ار منهم، قلنا كل رياكشن منهم بار، اي ار منهم مضربه في ال هيديني مومنت، المومنت ده اللي هو يبقى ريزيستنج مومنت اللي هيساوي لي المومنت اللي هو سي مضروب في القوه اف اللي هينشا من عمليه الميشنج ونقل الباور بالبيفل جيرز. وبالتالي فالاحظ ان التركيبه هنا هو ان البيفل جير هنا بتركب كايه؟ كانتليفر. اما البيفل جير الثاني زي منه جزء اهون، البيفل جير الثاني برضه كده اهو على الشفطه، ولكن هي بتثبت هنا في وسط تو بيرنجز، وبالتالي كما لو انه يعني كسمبل بي الشفط بالبيفل جير عليه كما لو انه سمبل شافت سمبل بيم. في هنا برضه مبين زيت اويل انديكيتور اهون واضح هنا عندي، وفي ايضا اماكن للتعليق دي عشان استخدمها في ان انا اعلق بيها المجموعه الجير بوكس بتاعي في عمليه النقل وعمليه الصيانه. وفي عندي هنا مسامير هي قريبه من البيرنجز
ودي بيبقى ليها وضع خاص هنعرفه ونعرف تصميمها ازاي في تصميم الهاوزنج بتاع الجير بوكس. وفي مصامير تانية اللي هي مصامير الربط بين الكفر مع البيز، اهي هي المصامير اللي واضحة ايه قدام ايدين. وطبعا دي كلها من الحاجات الاساسيات اللي بتبقى موجودة في اي جير بوكس. هنا مسامير القاعدة بنسميها بتاعة الفاونديشن اللي بتربط الفلانش، بنسميها الفلانش التحتانية خالص اللي هي البيز القاعدة بتاعة الجير بوكس، عن طريق التقوم دي بنحط فيها مسامير اجوايت تركب تركب تسبب بيها في الفاونديشن. وطبعا الكونتينر هيكون محتوي الزيت بتاع التزييت بتاع المجموعة. هنشوف دلوقتي مثال وهنشوف ازاي نقدر نتعامل معاه. الراكشر جير بوكس هاز ذا سبيد ريشيوز 5 ل 1 3 ل 1 1.5 ل 1، يعني في 3 سبيد ريشيو از نير از بوسبل، يعني تقريبا. The output shaft and input shaft are to be in line. يعني هنا هو عايز يخلي الاوتبوت والانبوت شافت الاثنين على نفس الخط، على خط واحد. And the center distance which is horizontally between these shafts and intermediate shaft is 144 mm. يعني العمود الانبوت، طبعا الانبوت والاوتبوت على نفس الخط، وفي intermediate shaft على بعد 144 mm منهم. All the gears are to be 4 mm module and minimum number of teeth 20. يعني كل التروس دي الموديول بتاعها 4 مللي، والمينيمم نمبر اوف تيس بتاعها المينيمم لازم يكون 20، ممكن يكون اكتر لكن ما يقلش عن كده. والنوع بتاعه 20 درجه بريشر انجل. ديترماين ذا سيتابل نمبر اوف تيس اوف اول ذا جير ويلز، عايزين نحسب دلوقتي عدد الاسنان بتاع كل الايه التروس دي. تاني حاجه مطلوب ايضا اف ذا انبوت باور، لو كانت الباور اللي هي داخله 45 حصان عند سرعه 2000 ار بي ام، عايزين الجريتست هوريزونتال فورس اكسيرتد اون ذا لي شافت، لي شافت اللي هو الانترميديت شافت يعني اللي هو الوسيط باي ذا جيرز، ونجلكت فريكشن. ادي الجير بوكس اهو، هلاحظ لما بص من الشمال لليمين، على الشمال عندي في ترس نمره واحد متركب على عمود، والعمود ده متثبت على بيرنج، وعلى استقامته في العمود الاخير اللي هو على ايدنا اليمين اللي هيطلع منه الاوتبوت. وبالتالي الحركه بتاعتي هتخش للعمود نمره واحد على الترس واحد، ومن الترس واحد ينقلها للترس اتنين اللي هو على الانترميديت شافت. الترس اتنين ده هينقلها لمجموعه التوس 4 و6 و8، اللي ممكن 4 يتعشق مع 3، او في حاله اخرى 6 يتعشق مع 5، او في حاله ثالثه 8 يتعشق مع 7، طبقا للسبيد ريشيو اللي انا عايزها من الجير بوكس في هذه اللحظه. والحركه تطلع لي من العمود اللي فوق اللي على ايدي اليمين. واضح هنا ان المسافه بين الجير بوكس بين العمودين الانبوت والاوتبوت وبين الانترميديت شافت سنتر ديستنس بينهم كام؟ 144 مليمتر. وبالتالي نلاحظ حاجه هنا في الجير بوكس دوت، ان في اول مرحله من واحد ترس واحد لترس اثنين الترسين دول فيكسد، يبقى دايما العمود الانترميديت انترميديت شاف دوت هيتحرك بسرعه هي متوقفه على عدد السنان بتاع ترس واحد ترس اثنين، ودايما السرعه بتاعته ثابته. ولكن بقى تغيير السرعات بقى هيتم عن طريق الايه؟ في الاستيج الثانيه اللي هو بين الانترميديت وبين الاوتبوت ايه شافت. التروس 1 و3 و5 و7 و2 1 و2 و3 و5 و7 دول كيد يعني مثبتين، بينما 4 و6 و8 دول هيبقوا موفابل او سلايدنج، وبالتالي 4 و6 و8 دول هيبقوا على السبلاين شافت اللي ايه اللي هو بتاع الانترميديت شافت، هو ده اللي ايه اللي عليه الايه السبلاينز. اهو جير 1 قد 2 ار كونستانت مش جيرز كيد تو ذا شافتس. اهو بنتكلم على هذا الكلام، هو الترس 1 و2 مالهم كونستانت مش جيرز، يعني دايما الاثنين في حاله ايه تعشيق مع بعض، وعشان كده هم متركبين بخوابير على العمود بتاع الانبوت وعلى الانترميديت ايه شافت. دي اول حاجه. تاني حاجه جير 4 و6 و8 ار سلايدنج جيرز
on the spline shaft، يبقى 4 و6 و8 سلايدنج جيرز، يعني ايه تو سبيد، ايه بيحصل لها سلايدنج على الشافت، وبالتالي يبقى 3 و5 و7 يبقى ايه فيكسد على الاوتبوت ايه شافت. طيب الجير ريشوز اللي هو مديها لي 5 ل 1 و3 ل 1 و1 ونص ل 1، لما ابص هبص الاقي ايه؟ هبص بقى هلاقي ان الجير 3 از سمولر ذان 3 و5 و7، يعني بص للثلاث تروس اللي متثبتين على الاوتبوت 3 و5 و7، الثلاث ده هو الثالث ده هو الصغير. يبقى اول حاجه اول نسبه جير ريشيو اللي هي 5 ل 1 هتجيلي منين؟ هتجيلي من 2 على 1 في 3 في 4 على 3 اللي هو بين ايه المجموعه 1 و2 اللي مكون من الترس 1 و2 والمجموعه المكونه من الترس كام 3 و4. يبقى عدد السنان دي هنا وعدد السنان دي مضروبين في بعض هيديني اللي هو زد 2 على زد 1 في زد 4 على زد 3، هيديني ايه اول جير ريشيو اللي هي كام؟ 1.5. سكند جير ريشيو هتجيلي من ايه؟ دايما كلها 2 زد زد 2 على زد 1 في زد 6 على زد 5 بتساوي 3. والمجموعه الثالثه هتجيلي من 2 على 1 تساوي 8 على 7. دول الثلاثه سبيد ريشوز. انا عندي السنتر ديستنس بتاعتي 144 ملم. معنى السنتر ديستنس 144 ملم معناها مجموع نصفي القطر القطرين، مجموع نصفي القطرين بتاع اي ترسيم بتاع الشقين بين هذين العمودين لازم مجموع نصفي القطرين دول هيساوي ايه؟ ال 144. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان لازم يكون عدد السنان، لان عدد السنان بيتناسب مع انصاف الاقطار، طبعا بتكلم عن نصف القطر بتاع الترس بتكلم على البيتش سيركل راديوس. معنى كده ان زد 1 زائد زد 2 هتساوي، يعني عدد السنان بتاع زد 1 وزد 2 مع بعض تساوي عدد السنان بتاع 3 و4 مع بعض، يساوي عدد السنان بتاع 5 و6 مع بعض، عدد السنان بتاع 7 و8 مع بعض، لان اي ترسيم متجمعين مع بعض السنتر ديستنس بتاعتهم ايه؟ كل ترسيم اي ترسيم من دول متجمعين مع بعض السنتر ديستنس بتاعتهم ثابته اللي هي 144 ملم. وبالتالي فانا عندي بالنسبه للمجموعه بتاعت ترس 1 وترس 2 هيبقى نص القطر بتاع ار 1 بتاع ترس 1 مع نص القطر بتاع ترس 2 مجموعهم مع بعض يساوي 144 ملم. معنى هذا الكلام ايه؟ ما هو نص القطر هو عباره عن ايه؟ القطر على 2، والقطر عباره عن ايه؟ الام في الزد، الام اللي هو الموديول في الزد لعدد السنان. معنى كده ان زد 1 في ام زائد زد 2 في ام هيديني مجموع القطرين، اقسمها على 2 تديني مجموع نصفي القطرين، يبقى زد 1 زائد زد 2 في ام على 2 ده هو مجموع نصفي القطرين، ده بتساوي 144. معنى كده ان زد 1 زائد زد 2 تساوي 144 في 2 مقسومه على الموديول اللي هو 4 مللي هيديني 72 سنه، يبقى معنى كده ان مجموع السنان بتاع زد 1 وزد 2 كام؟ 72 سنه، وبالتالي مجموع السنان بتاع 3 و4 برضه 72، 5 و6 72، 7 و8 72 سنه ثابته في كله. الخطوه اللي بعد كده، طيب ما انا عندي المينيمم نمبر اوف تيس 20، هو ايه اللي ما يقلش عن كده؟ يبقى معنى كده لو انا خدت مثلا زد 1 بتساوي 20 ملم بتاع الترس الاولاني، ومعنى كده ان زد 2 هيبقى بكام؟ بال 72، اشيل منها ال 20 يديني 52 ملم. معنى كده ايه؟ ان السبيد ريشيو بتاعت الجير 1 2 هي كام؟ هي ال 52 مقسومه على ال 20 هيديني 2.6. ال 52 على ال 20 هيديني كام؟ 2.6. بالنسبه للترس 3 و4 نفس الطريقه. ما هو زد 2 على زد 1 في زد 4 على زد 3 بتساوي ال 1.5 النسبه اللي احنا عايزينها. معنى كده ايه؟ ان ال 2.6 في زد 4 على زد 3 تساوي 1.5، معنى كده ان زد 4 على زد 3 هتساوي 0.57، او معنى كده هو ان انا عندي زد 4 على زد 3 زد 3 زد وعندي زد 3 و4 بيساوي 72، يعني انا بعمل عمليه ايه؟ حسابات عشان اجيب الزد 3 والزد 4، وبالتالي فالزد 4 بتساوي 0.57 الزد 3 من المعادله دي.
يبقى معنى كده هو انا ممكن اقول ايه، ان الزد 4 هتساوي 27 والزد 3 هتساوي 72 ناقص 27 تساوي 45 تيس، من شويه المعادلات اللي احنا ايه عملناها قدامنا. يعني كل العمليه ان احنا جبت نسبه من زد 4 وزد 3، وانا عندي عدد السهام بتاع زد، يعني عندي زد 4 زد 3 تساوي 1.5 بتساوي 0.57، وعندي زد 3 زد 4 بتساوي 72. لما انا عندي زد 4 زد 3 وزد 3 زد 4 بتساوي 72، يعني عندي معادلتين في مجهولين ان هم زد 3 وزد 4، هحلهم مع بعض هجيب ان زد 4 ب 27 وزد 3 ب 45 تيس. وبالتالي الاكشوال سبيد ريشيو بتاعت جي 3 4 هي كام؟ هي 6 من 10. وبالتالي اول سرعه بقى هيديها لي الترس هتبقى اللي هي زد 2 على زد 1 زد 4 زد 3 هتدي 2.6 من 10. 6 من 10 هيديني ايه؟ 1.56 الى 1، 1.56 الى 1، يعني اتغيرت شويه عن 1.5 اللي هو كان مديها لي. ليه؟ لان انا من الصعب ان اوصل ل 1.5، لان انا بختار سنه ما ينفعش يبقى سنتين و2 من 10، يعني ما بقولش ما اقدر، ما ينفعش يبقى عدد السنان 20 و3 من 10 او 20 و2 من 10، لا السنان بيبقى عددها عدد ثابت. وعشان كده بيحصل ايه؟ تغيير بعض الشيء في السبيد ريشوز لما باجي احسب عدد السنان بالطريقه الايه السليمه نتيجه استخدام الايه؟ نتيجه العلاقه بين المديول وبين عدد السنان وبين القطر. بالنسبه بنفس الطريقه بالنسبه للترس 5 و6 اهو، زد 2 على زد 1 زد 6 على زد 5 بتساوي 3. معنى كده هو ان 2.6 من 10 في زد 6 على زد 5 تساوي 3، يعني زد 6 على زد 5 بتساوي 1.15 من 100، وانا عندي ان مجموعهم بيساوي 72. برضو معادلتين احلهم مع بعض هيدوني ان الزد 5 ب 33 والزد 6 ب 39. طبعا الارقام بتاعت زد 5 وزد 6 لازم تطلع رقم صحيح، يعني ممكن يكون ال 33 كانت طلعت اكتر من كده شويه، 33 1 من 10 و2 من 10 بقربها ل 33، ممكن اقربها ل 34، دي بترجع لي انا. هنا بغيرها بالطريقه اللي تديني الفاريشن بعيد عن النسبه اللي انا محتاجها تكون اقل ايه ما يمكن. وبالتالي الاكتوال جي الريشيو بتاعت 5 6 هتبقى ايه؟ 1.18 من 100. وبالنسبه لتاني سبيد ريشيو للجير بوكس ككل اللي هي زد 2 على 1 في 6 على 5 هتديني 3.7 من 100. هكرر نفس الكلام بالنسبه للمجموعه الثالثه اللي هي 7 وال8. انا عندي نسبه زد 2 على زد 1 في زد 7 على زد 8 بتساوي 5، زد 2 على زد 1 في زد 8 على زد 7 بتساوي 5. يعني عندي انا من هذه المعادله هيبقى زد 8 على 7 ب 1.92 من 100، وانا عندي ان مجموعهم الاثنين مع بعض 72 سنه. يعني من المعادلتين دول هقدر اعرف ان الزد 7 ب 25 سنه والزد 8 ب 47 سنه. وبالتالي فالنسبه بتاعت الزد 7 على زد 8 بنفس الطريقه تطلع 1.88. وبالتالي فتبقى ثالث سرعه عندي هتبقى كام؟ 4.38، في حين هي كانت 5. هنا الايه الفاريشن هنا ايه؟ عالي شويه، ولكن احنا مطمئنين. الشافت سبيس سبيد اوف انبوت شافت لو كانت هي الف، احنا عندنا السبيد بتاعت الانبوت شافت 2000 ار بي ام. قال لي ان العمود محطوط على موتور، الموتور ده 2000 ار بي ام و 45 حصان، وقال ده من ضمن الداتا ومن تالي. وبالتالي السبيد بتاعت الانبوت هي ب 2000 ار بي ام. السبيس بتاعت الاوتبوت بقى بتاعتي اول سرعه اللي هي ان 1 هتبقى زد على زد في زد على زد في ان انبوت 1 على 2 في 6 على 5 هتديني 909 ار بي ام، وتاني سرعه هتديني 1446، وثالث سرعه هتديني 3939. اما السرعه الرابعه والاخيره فهي 6266 ار بي ام، والحساب بتاعتها ماشيه قدامنا وواضحه. يعني عدد السنان بتاع مثلا بالنسبه لان 1 زد 1 وزد 2 عندي، وزد 6 وزد 5 عندي، والسرعه بتاعتي جايه من انبوت 2000 بضربهم في بعض واجيب السرعه المطلوبه. عايز اجيب لك البيتش سيركل ديامتر اوف جيرز اللي هو اقطار التروس بتاعتي. انا عارف ان الديامتر بتاع البيتش سيركل ديامتر بيساوي الزد في ام اللي هو عدد السنان لاي ترس في الموديول بتاعه. وبالتالي فدي واحد، انا عندي كلهم عندي عدد السنان بتاعتهم، يعني دي 1 ب 20، دي 2 ب 52، دي 3 ب 45، دي 4 ب 27، ال 5 ب 33، 39 ب 25، ودي 8 اخر حاجه ب 7
واربعين سنه، والنديول باربعه، لما هضرب في بعض هديني اقطار التروس كلها مع بعض. هلاحظ حاجه، لو جمعت دي واحد مع دي اتنين، او دي تلاته مع دي اربعه، او دي خمسه مع دي سته، او دي سبعه مع دي تمانيه، اللي هم كل ترسين متعشقين مع بعض، لو جمعت الاقطار بتاعتهم هلاقيها لازم تطلع لي ضعف سنتر ديستانس اللي هي 2 في 144 يديني 288. يعني ال 80 زائد ال 208 يديني 288، ال 180 زائد ال 108 هيديني 288، ال 132 زائد ال 156 هتديني برضو 288، ال 100 مع ال 188 هتديني برضو 288، اللي هي ضعف السنتر ديستانس بتاعت الايه الاعمد بين العمودين. دلوقتي عايزين نجيب الماكسيموم جير فورس. احنا عارفين ان التورك اللي بينقلها الجير بوكس بتبقى ثابته، وبالتالي اي وان الفورس اللي بتنتج من التروس هي عباره عن التورك مقسوم على نص القطر، وبالتالي امتى تبقى الفورس دي عاليه؟ لما يكون نص القطر اصغر من ممكن، وبالتالي عند كل عمود لو شفت عليه اقل نص قطر هقدر احسب عنده قيمه الفورس اللي عندي، لان عند اقل نص قطر هيبقى الار صغيره، هيبقى الاف كبيره، لان عشان يبقى حاصل ضرب الاف في الار مقدار ثابت اللي هو التورك المينيمم. الباور، انا عندي الباور بتساوي التورك في الانجلر فيلوسيتي، يعني التورك في اوميجا، والتورك هو الفورس في الديستانس في نص القطر ار، يبقى معنى كده ان الباور يساوي الفورس في نص القطر ار في الاوميجا، حيث اوميجا هي الانجلر فيلوسيتي اللي هي 2 باي ان على 60، وبالتالي فيبقى الفورس تساوي الباور على الار في اوميجا. وبالتالي بالنسبه اول حاجه الانبوت شافت، الانبوت شافت كان عليه ترسين، اللي هو ترس واحد مع اللي هو كان عليه ترس واحد بس رقم واحد، ترس رقم واحد قطره 80 ملي، وبالتالي هيبقى الفورس اف بتساوي الباور اللي هي 45 في 4500 مقسومه على الار اللي هو نص القطر 40 على 10 عشان يبقى بالسنتي، في 2 باي في الار بي ام بتاعت اللي هي 2000 اللي هي سرعه الموتور على 60، دي هتديني 240 كيلوغرام. نفس الطريقه بالنسبه للاوتبوت شافت، اقل الاوتبوت شافت عليه التروس اللي هي 5 اللي هي التروس الفرديه اللي هي كان اول مجموعتين 1 و2 وبعدين يبقى 3 و5 و7، وبالتالي فالترس 7 هو ده اللي يبقى ايه اقل قطر بتاعه اللي هو 100 ملم، وبالتالي ففي قيمه الفورس اللي هتنتج عنه اللي هي 45 في 4500 على ال 100 على 10، ال 100 على 10 عشان اخليها بالسنتي، 2 باي في 1447 على 60، 1447 دي اللي هي الار بي ام بتاعت العمود بتاع الاوتبوت لما بيكون متعشق مع الترس الصغير ده، فهتديني القوه الناتجه ب 133.7 كيلو جرام. بنفس الطريقه بالنسبه للثلاث تروس اللي هي السلايدنج والترس اللي هو الفيكسد نمره 2، الاربعه دول اشوف اقل قطر فيهم، اقل قطر فيهم ومنه اقدر احسب طبعا السرعه عندي بتاعت العمود ده معروفه، لان هي سرعه الداخل لما اضربها في النسبه بتاعت نسبه التعديل بتاعت 1 و2 الترسين 1 والترس 2 يعني، فيبقى السرعه دي ثابته خلاص، لان الانترميديت شافت في الحاله بتاعتي ده ملوش غير سرعه واحده، لان الترس 1 والترس 2 ثابتين دايما في الميشنج مع بعض يعني. وبالتالي هشوف اقل قطر فيهم اللي هو هل هو 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8، القطر الصغير اللي فيهم ده هجيبه، ويبقى عندي الار بي ام احطها مكان ال 147 مثلا في المعادله الاخيره اللي عندي، ومكان ال 100 اللي هي بتاعت الار احط قطر اصغر ترس في التروس اللي على الانترميديت شافت، ومنها اقدر اجيب القوه المؤثره على الانترميديت شافت.